الارقام يا حكم شفتوها دي مش مرتبطه بتعاقدات الانديه، دي مرتبطه بس بحصه وكلاء اللاعبين في الصفقات اللي حصلت في ميركاتو، يعني اخرها طبعا ميركاتو صيف 22 هنتكلم على اجمالي حجم الصفقات حوالي 5 مليار دولار، كان نصيب الوكلاء منهم الايجنسيز يعني حوالي 490، يعني تقريبا بتتكلم في نسبه 10%. والهدف من اللقاء والفكره بتاعت اللقاء ده هي ان احنا يعني نشوف معاكم ايه هي اليه عمل وكلاء اللاعبين وطبيعه الدور اللي بيقوم بيه وكيل اللاعبين في اوروبا، خصوصا لما يكون واحد من الوكلاء اللي عنده مشوار طويل جدا مع الدور ده، دور وكيل اللاعبين، وتولى مسؤوليه عدد كبير جدا من اهم الاسماء زي ما قلت لكم جوركايف طبعا نجم منتخب فرنسا، كارلس بيول نجم اسبانيا، لويس فيجو طبعا اسطوره البرتغال والبارسا والريال وغيرهم من الاسماء الكبيره جدا، ونشوف ايه الاختلافات اللي ممكن لو حطيناها هنا تفيد اللاعب وتفيد النادي وتفيد المنتخب بشكل من الاشكال. إيريك الونسو وكيل اللاعبين طبعا الاسباني الكبير هو ضيفنا في الفقره دي من خلال الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا شكرا ليك على مشاركتك معنا في السادسه، واهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. مرحبا بالجميع، انا سعيد جدا لتواجدي معكم. أنا أتشوق لعمل هذا الانترفيو منذ مدة، أنا سعيد جدا لتواجدي معك. عشان أكون صريح معاك يعني حتى وأنا بتكلم مع زمايلي وإحنا بنحضر معاك للقاء، أنا توقعت الحقيقة نتيجة المشوار ونتيجة الخبرة الكبيرة اللي بتتمتع بيها في مجال وكالة اللاعبين إنه سنك يكون كبير جدا، بس فوجئت إنك أنت صغير في السن. يعني خليني بداية طيب أخد المشوار ده، إزاي بتشوف تطور الدور ده، تطور دور وكلاء اللاعبين من أول ما بديت ودخلت المجال وصولا للمرحلة اللي أنت وصلت لها النهاردة بملكية واحدة من أهم وكالات اللاعبين في إسبانيا؟ حسنا، انا شكرا جزيلا لك. انا بالفعل انا اعتبر صغير السن، انا بالنسبه لهذا العمل وبالنسبه ما انجزناه في الوكاله اعتبر صغير السن بالفعل، ولكن لتكن وكيل لاعبين الرحله ستكون صعبه، يجب ان تعمل لمده 24 ساعه في الاسبوع، الامر يجب ان يكون شاقا، تعمل كل يوم، تعمل مع وتتبادل الخبرات مع جميع الوكالات وجميع الأندية، تعمل على كل الجوانب. طيب ممكن أعرف منك في إسبانيا إيه هي طبيعة الجهات المعنية بفكرة الترخيص لشخص عشان يكون وكيل لاعبين؟ هل في دراسات معينة لابد أن هو يجتازها؟ هل في لايسنس معين أو رخصة معينة مفترض أنه يحصل عليها عشان يقدر يقوم بالدور ده مع الأندية المختلفة؟ حسن، بطبيعة الحال كل الاتحادات لديها برنامج أو فصول لإعداد وكلاء اللاعبين، وكذلك بالنسبة لقواعد الفيفا إذا كان لديك شركة ولديك محام قانوني رياضي قانوني في الوكالة الخاصة بك يمكنك أن تكون وكيل اللاعبين خاص بالفيفا. بالتالي الآن إذا كان لديك المعلومات خاصة بك، معلومات قانونية خاصة بك متوفرة لدى الفيفا، ولديك اللاعبين الذين تعمل معهم، فيمكنك أن تكون وكيل اللاعبين خاص في الفيفا. طيب أرجع تاني للدور، وده اللي كان بداية الكلام، إيه طبيعة الدور اللي بيقوم به وكيل اللاعبين في إسبانيا؟ وخصوصا طبعا احنا بنتكلم على وانت شخصيا انت عملت مع عدد كبير من النجوم، هل الموضوع بيقتصر فقط على فكره الانتقال من نادي الى نادي، او فكره انه الدخول في مرحله المفاوضات والوصول لافضل بنود تخدم الطرف اللي انت بتمثله، ولا الدور دورك كوكيل لاعبين مع الاسماء الموجوده معاك بيتخطى جزئيه التعاقد والانتقالات؟ نعم، نحن أكثر من مجرد صانع لاعب، لا، أنت تعتبر كوالد اللاعب، له حق النصيحة عليك. على سبيل المثال في شركتنا
نحن نعتني بجميع الجوانب الخاصة باللاعب من باب العطلات وأيضا التمرين وأيضا المباريات. الآن نعطي نصيحتنا للاعب، ولدينا أيضا مدير للسوشيال ميديا الخاص باللاعبين والماركات العالمية الخاصة باللاعب، العقلية الخاصة باللاعب. يجب أن نهتم باللاعب الشاب خصوصا، يجب أن نوفر جوا هادئا للاعب وألا نشعر اللاعب بأي مشاكل في تحدث خارج الملعب. يجب علينا أن نجعل اللاعب أن يركز فقط على التمرين وعلى كرة القدم وعلى مباريات كرة القدم. هذا كل ما يحتاجه اللاعب، أن يركز فقط على دوره. إذا ركز على أمور أخرى فلن يكون لاعبا ناجحا. في السوق الأسباني، ايه هي آلية التعامل بين الأندية وبين الايجنسيز او بين الوكالات؟ هل بيبقى في يعني علاقة خاصة او مباشرة بتربط كل وكالة بنادي معين، ولا من الممكن انه وكلاء اللاعبين يتعاملوا مع كل الأندية على حد سواء؟ لا بالطبع أتكلم من وجهة نظر شخصية كشخص عادي، أستطيع أتعامل مع أي نادي. إذا أرسلت خطابا رسميا للنادي أستطيع أن أتعامل مع أي نادي في إسبانيا. الجميع الآن لديه القدرة على التواصل مع أي مدير نادي أو مدير تعاقدات في نادي وتتعامل مع نادي. يبدو الأمر سهلا، ولكن الأمر في حقيقة الأمر ليس سهلا كما يبدو. يجب عليك أن تتوفر لديك العلاقات والقدرة على الإقناع اللاعب والنادي على حد سواء. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسوق لمهاجم فيجب عليك أن يكون لديك المهاجم الذي يحتاجه النادي بالتحديد وليس أي مهاجم. فبالتالي يمكنك أن تتعامل مع أي ناد، لكن يجب أن يتوفر لديك اللاعب المناسب. طيب أوكي، أنا هاجي للجزئية، طيب هاجي للجزئية دي تاني، جزئية الأسواق وجزئية اكتشاف المواهب الجديدة. لكن خلينا نتكلم الأول على النجوم الكبيرة. يعني أنا عارف أنك كنت وكيل مثلا لواحد من أساطير الكرة البرتغالية، يمكن كتير من الناس دلوقتي ممكن ما تكونش شافت لويس فيجو، لكن الحقيقة كان لعيب يمكن لا يقل أهمية ولا يقل من حيث الإمكانيات مثلا عن كريستيانو رونالدو، وكان نجم كبير جدا في إسبانيا، لعب لبرشلونة ولعب لريال مدريد. أنت كنت وكيل لويس فيجو، هل شاركت في صفقة انتقاله من أو يعني ذهابه أو رحيله من برشلونة واتجاهه نحو الغريم التقليدي زي ما بيقولوا ريال مدريد؟ نعم، لا نحن نعمل مع لويس فيجو بالفعل، ولكن عملنا مع لويس فيجو بعد اعتزاله. نحن الآن نسوق له كشخصية عامة، لم نكن طرفا في انتقاله لريال مدريد. عموما ايه الفرق بين طريقة إدارة الوكالات لملفات اللاعبين او المواهب الصغيرة، المواهب الشابة، المواهب الصاعدة يعني، وفكرة إدارتها لملفات النجوم الكبيرة سواء في الملعب أو زي كيس مثلا بتاع لويس فيجو دلوقتي بعد طبعا ما يعني اعتزل الكورة؟ الأمر سهل، فانتقال اللاعب الشاب يكون عليك أن تسوق للاعب الشاب بشكل أكبر من اللاعب المحترف. يجب أن تضع اسمه على طاولة الكثير من الأندية، ولكن بالنسبة للاعب الكبير اللاعب المحترف الأمر سيكون سهلا، فهو معروف بالفعل لدى الأندية. سيكون عليك فقط الجلوس في المفاوضات. فاللاعب المحترف الأندية لا تحتاج لجمع معلومات خاصة عنه، مجرد أن تخبر النادي أن يخبرك النادي بما لديهم فتتعامل نيابة عن اللعب. طيب نتكلم على الأسواق اللي أنت يعني في أسبانيا مثلا
الوكاله الخاصه بيك، ايه هي اهم الاسواق اللي بتحطوا او بتشتغلوا عليها، وكيفيه بالتاكيد انت ما بتعملش ده بنفسك او بشكل مباشر، بالتاكيد في منظومه عمل معينه بتسمح ليكم بمتابعه بعض الاسواق، بمتابعه بعض الدوريات او البطولات، او حتى بمتابعه بعض البطولات المجمعه للمنتخبات. ازاي بتشتغلوا انتوا في الوكاله على فكره اكتشاف المواهب الجديده والحصول على انه يبقوا هم تبع الوكاله، وبعد كده طبعا فكره تسويقهم؟ لدي في شركتي حوالي 10 كشافين يعملون في معظم الأسواق. لدينا تحكم في بعض الأسواق في آسيا، في أفريقيا، وأيضا في الكثير من البلاد الأوروبية، وأيضا في أمريكا الجنوبية والشمالية. يجب أن نعمل على كل الأماكن بالفعل، ولكن الكشافين لدينا يحضرون لنا معلومات خاصة عن اللاعبين الذين يكتشفونهم، والقرار النهائي يكون للوكالة أن نعمل مع اللاعب أو لا. بالفعل يجب علينا أن يكون لدينا أوراقنا الرسمية مع اللاعبين، وهذا هو المطلوب في النهاية. يهمني جدا أسمع نصيحتك أو رأيك يعني في فكرة أن مصر كدولة تعتبر هي الأكبر على مستوى قارة أفريقيا وعلى مستوى العربي من حيث الإنجازات. يعني في الزون دي أو في الريجن هنا مفيش على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية دولة حققت الأرقام اللي حققتها مصر على مستوى كرة القدم، يعني على مستوى كمان منتخبات الشباب الناشئين، على مستوى المنتخب الأول، أو حتى على مستوى الأندية. عدد الألقاب والبطولات مصر بتتفوق فيه بشكل واضح، ورغم نجاح تجارب كتير جدا للاعبين مصريين في عدد من الدول الأوروبية زي مثلا زيدان في ألمانيا، هاني رمزي في ألمانيا، حسام غالي في إنجلترا، محمد صلاح والنني في إنجلترا، أحمد حسن في بلجيكا، إلا أنه ما فيش إقبال على اللعب المصري، أو ما فيش انتشار للمواهب المصرية المحترفة في الأندية الأوروبية. من وجهة نظرك إيه ممكن يكون أهم الأسباب اللي بتأدي لده؟ بطبيعة الحال ما يجب على البلد أن تفعله تجاه هذا الأمر أن يجعلوا محمد صلاح صوب أعينهم. هذا هو الأهم، أن يجعل الوكيل اللاعبين أو يجعل النادي مهتما أن تسير في مسار محمد صلاح. إذا أردت، لا أعرف سبب حقيقي خاص بالأندية في أوروبا لما لا يهتمون باللاعبين المصريين، ولكن الأندية لا تهتم فقط بالفيديو الخاص باللاعب، ولكن يريدون أن يروا اللاعب في مباريات ويتابعوا اللاعب بشكل أكبر. ولكن أرى أن الأندية الصغيرة فقط هي التي تهتم، لذلك فالأندية الكبيرة ليس لديها الفرصة لتشاهد كل هؤلاء اللاعبين في الدوريات الصغيرة. ولكن بالنسبة للاعب يجب عليها أن يعلم من أين يبدأ. اللاعب الآن يريد أن يكون مشهورا ويكون في قمة، عليها أن يبدأ في مراحل صغيرة، أن يبدأ في مراحل الناشئين وهكذا حتى يصل للفريق الأول. اللاعب عليه بالصبر إذا أراد أن يحترف في أوروبا. فبالتالي أعتقد أن هذا هو السر وراء صنع لاعب لفريق قومي كبير. هل كنت قبل كده، يعني هل سبق ليك تجربة وكالة أحد اللاعبين اللي يعني من أفريقيا أو من دولة عربية؟ عملنا كثيرا. يس. أوكي. أنا بسأل على تجربتك كوكيل لاعبين مع لاعبين من أصول عربية أو من دول عربية أو من دول أفريقية. عايز شوية أسمع منك عن الفوارق اللي ممكن تكون موجودة بينهم وبين الموجودين مثلا في أوروبا أو في أمريكا اللاتينية، للقدرة على التأقلم، التكيف، اللغة، العقلية، الحياة العامة بشكل عام. عايز أسمع تقييمك للتجربة دي. حسنا، كل لاعب لديه سمات مختلفة.
بطبيعة الحال اللاعب الإفريقي لديه سمات خاصة بالقوة البدنية. اللاعب اللاتيني يمتاز بالجانب المهاري، بالجانب واللاعب العربي لديهم قدرة على استيعاب التكتيكس الخاصة بالمديرين الفنيين. فبالتالي لما عملت مع اللاعبين اللاتينيين هم لديهم القدرة على الاستيعاب وتنفيذ كل المهارات التي لديهم. اللاعبين الأفارقة لديهم القدرة على تحمل اللعب في أي مركز، لديهم القدرة البدنية. فبالتالي يصل منهم لاعبين كبار لريال مدريد. شاهدنا الآن لاعبين أفارقة في ريال مدريد وفي أندية كبيرة بسبب القدرة القوة البدنية التي لديهم. وبالنسبة لأسلوب الحياة الخاص بهؤلاء اللاعبين الأمر يختلف. فبالتالي يختلف الأمر بالنسبة للحياة عموماً في أوروبا. في أفريقيا الآن لديك أشياء لتفعلها بشكل مختلف عما يحدث في أوروبا. على سبيل المثال في إسبانيا وفرنسا الأمر مختلف تماماً، فما بالك إذا كان مقارنة بأفريقيا. فبالتالي الأمر مختلف في هذه الحالة. لكن في طبيعة الحال جميعهم وبالأخص اللاعب الأفريقي الذي يأتي إلى أوروبا يحتاج فقط إلى سنة أو سنتين ليكون لاعباً أوروبياً، ولكن بالطبع يحتاج الوقت. الأمر ليس صعباً تماماً لإحضار لاعب وجعله يتأقلم في أوروبا. هل الموضوع متعلق بالإمكانيات بس ولا في عوامل تانية لابد من توفرها عشان تكون تجربة ناجحة، تجربة احتراف ناجحة يعني بعيدا عن المهارة وبعيدا عن التاكتكس وبعيدا عن القوة البدنية، ايه العوامل التانية اللي يجب انها تتوفر في اللاعب اللي جاي من المنطقة العربية او جاي من افريقيا عشان تكون تجربة احتراف ناجحة زي ما شفنا جورج ويا، زي ما شفنا محمد صلاح، زي ما شفنا رابح ماجر، زي ما شفنا سامويل إيتو، زي ما شفنا دروجبا، كل دول نجحوا نجاح باهر ووصلوا يعني لأعلى المستويات في أوروبا. هل القصة قصة إمكانيات وقصة تكتيك ومهارة وقوة بدنية، ولا القصة مرتبطة بحاجات تانية أو بمعايير تانية عشان تكون التجربة ناجحة لهذا الحد أو لهذه الدرجة؟ في بداية الأمر يحتاج اللاعب لمن يرشده. إذا لم يظهره أحد للأندية الأمر لن يكون ناجحا. اللاعب الإفريقي الآن والمنافسات الإفريقية يحتاجون الآن الكثير من المصادر لإظهار الصورة الخاصة بدوريهم للعالم. يجب على اللاعب أن يعمل جيدا، على الالتزام، أن ينام جيدا، أن يأكل جيدا. يجب عليه أن يهتم بنفسه. فبالتالي هذا هو ما يصنع الفارق بين لاعب من لاعبي القمة في العالم ولاعبين آخرين. في النهاية ما نتذكره هو اللاعب الناجح في أوروبا. يوجد الكثير من اللاعبين في أوروبا، من اللاعبين الأفارقة والعرب، العديد من المهاجمين، ولكن ليس لدينا الكثير مثل ديدي دروجبا أو محمد صلاح. طيب عايز أروح معاك لنقطة تانية برضو مهمة جدا، يعني مفهوم طبعا طبيعة العلاقة اللي بتجمع بين الوكالات أو الوكلاء والأندية واللاعبين، لكن خليني أروح لفكرة العلاقة اللي بتربط بين وكيل اللاعبين والاتحادات الأهلية من ناحيتين أو من زاويتين. الزاوية الأولى، هل بيبقى في تعامل؟ هل من الممكن الاستفادة من شبكة العلاقات اللي بتتمتع بيها أو بتتمتع بيها وكالات اللاعبين أو الوكيل في فكرة تسويق عناصر موجودة مثلا في المنتخبات؟ هل ده بيتم التنسيق أو من الممكن التنسيق فيه بين الاتحادات وبين وكالات اللاعبين؟ الأمر كله يعتمد على الثقة. إذا كان هذا الاتحاد الآن يعتقد أن بما أن هذه الوكالة لديها القدرة على أن تجعل هذا اللاعب في ريال مدريد، فبالتالي سيتعاون مع هذه الوكالة لتحسين الحال في الكرة الخاصة بهذا الاتحاد.
طب دي الزاويه الاولى، الزاويه الثانيه ليها علاقه باحترافيه الاداره، يعني خليني اقول مثلا في اسبانيا عندكم هل في معايير او في لوائح محدده حددها الاتحاد الاسباني ل ل ل ل ل كانت محدده برضو لاطار العمل اللي بتشتغل من خلاله الوكالات، وسواء ده مش بس على مستوى الاتحاد الاسباني وحتى على مستوى الاتحاد الاوروبي، ايه القواعد او اللوائح اللي بتحكم عمل وكالات اللاعبين في اسبانيا؟ لا يوجد قواعد خاصة على الإطلاق، الأمر فقط يتعلق بالناحية القانونية، يتعلق بالجانب الخاص باللاعب وتسويق اللاعب بالشكل بالمنحة الجيد. وكلاء اللاعبين الآن لديهم الكثير من الصلاحيات، الأمر ليس فقط بخصوص ما يتقاضاه اللاعب أو النادي، الأمر يتعلق بما كما رأينا في حالة مينو رايولا الراحل، الأمر الآن يعملون بشكل مما يرغب اللاعبين فيهم، مما يجعل العالم ينظر إليهم نظرة الوكيل اللاعبين الناجح. الأمر ليس فقط خاصا إذا أعطيتني 100 يورو أو 1000 يورو، الأمر ليس متعلقا بالمال ولكن هو إنجاح العملية برمتها. طيب خليني أخذك شوية للناحية الفنية، يعني في وممكن سينيور ألونسو تعتبره يعني اتهام ممكن يكون موجه للقطاع ده تحديدا، قطاع وكلاء اللاعبين. في ناس كتير بترى إنه جزء من سبب الارتفاع المبالغ فيه في أسعار اللاعبين، وإحنا يمكن شفنا ميركاتو السنوات الأخيرة وصل الطبيعي أو الرقم اللي ما بقاش ملفت للأنظار، إنه صفقة تتم ب 80 مليون 90 مليون 100 مليون دولار، دي بقت صفقة طبيعية وممكن يكون للاعب صاعد. وشفنا صفقات خيالية زي صفقة انتقال نيمار لباريس سان جيرمان، أو صفقة تجديد مبابي لبي اس جي، أو صفقة انتقال لاعب زي داروين نونيز ما هوش صاحب شهرة كبيرة جدا لليفربول، كلها كانت أرقام فلكية. في كتير من وجهات النظر بتقول إنه السبب في ارتفاع قيمة الصفقات في السنوات الأخيرة هو الدور اللي بيقوم بيه الوكلاء عشان تزيد الحصة الخاصة بيهم أو العمولة الخاصة بيهم نتيجة نجاحهم في إتمام الصفقات. ردك على ده إيه؟ لا لا، هذا ليس صحيحا على الإطلاق. لنقول أني لدي لاعب في ريال مدريد على سبيل المثال، ولدي ثلاث فرق تريد أن تعمل مع اللاعب، وليكن مانشستر يونايتد، برشلونة ويوفنتوس. أنا لا أتدخل في العلاقة في علاقة النادي مع الأندية الأخرى. ريال مدريد يريد أن يبيع اللاعب مقابل 100 مليون، النادي الذي يريد أن يبيع اللاعب يشتري اللاعب بهذا الثمن فسيدفع. الأمر ليس خاصا بي، لا أستطيع أن أجعل النادي يوافق على 90 مليون. الأمر بالطبع الأمر مفيد بالنسبة لي، ولكن هذا ليس دوري، أنا لا أشارك في هذه العملية. اللاعب أنا دوري أن أرشد اللاعب أي قرار أفضل له. نحن نعتني بالمفاوضات بين النادي واللاعب، بين راتب اللاعب، وليس الأمر الراتب والأمور الخاصة بالتعاقد مع اللاعب، وليس سعر اللاعب، الانتقال اللاعب من نادي لآخر. لا نتحكم في دفع 200 مليون أو أكثر، ولكن لما لا؟ طب خليني، بما أن احنا بنتكلم سوق انتقالات، يعني بما بنتكلم عن القصة في النهاية برضو بتخضع للآليات اللي هي الطبيعية اللي موجودة في أي سوق، فكرة العرض والطلب. من وجهة نظرك ليه بقت الأسعار فيها أو أسعار في سوق انتقالات بقت بهذا الشكل؟ ليه حصل الطفرة دي؟ هل القصة قصة دخول كيانات استثمارية كبيرة ضخت أموال بشكل يعني قوي جدا في الأندية دي، فبالتالي زادت قدرة الإنفاق عند الأندية، ولا هل القصة بقت قصة ندرة المواهب، إنه ما فيش المواهب الكافية، بقى في ندرة إلى حد كبير في اكتشاف المواهب، وده طبعا جزء واضح وأصيل من دوركم اللي مفترض إنكم تقوموا بيه، فبالتالي بقى المعروض قليل، فبالتالي العرض الطلب زاد وارتفعت القيمة؟ يعني القصة قصة آليات سوق ولا قصة مواهب من وجهة نظرك؟
أعتقد أن الأمر يتعلق بكل الأسباب التي ذكرت. الأمر يعتمد على الحالة ككل. بالطبع لدينا الآن شركات مهتمة جدا بكرة القدم وتريد أن تستثمر في كرة القدم وتجني الكثير من الأموال، ولكن أيضا كما ذكرت لدينا ندرة في المواهب حول العالم. بمناسبة المواهب، يعني يهمني هنا أسمع تقييمك، يعني في بعض الأندية في أوروبا اللي تميزت بشكل كبير جدا باكتشاف قدرتها على اكتشاف مواهب وشرائها بأسعار قليلة جدا وإعادة تصديرها لأكبر أندية في أوروبا بمبالغ فلكية. يمكن أبرز التجارب في ده بروسيا دورتموند في ألمانيا، أياكس في هولندا، بنفيكا وبورتو مثلا في البرتغال. خليني أخد رأيك بداية، إيه أهم الأسواق أو الدوريات اللي في أوروبا اللي بتركزوا عليها لاكتشاف مواهب جديدة، وإزاي بتقيم التجارب اللي من النوع ده؟ الأمر يكون خاصا بما يحتاجه اللاعب وبما يحتاجه هذا الدوري. على سبيل المثال كما ذكرت أنت، بروسيا دورتموند أو بنفيكا أو بورتو يستقدمون ويتعاقدون مع اللاعبين الصغار، و90% من هؤلاء اللاعبين يكون جيدا. لما؟ بسبب كشافين النادي والجودة العالية لكشافين النادي والعين الجيدة التي تستكشف هذا اللاعب وتحضره للنادي. ولما لا بالنسبة للاعب أن يبدأ الكارير الخاص به في هذا المستوى ومن ثم لمستوى أعلى. السوق الآن كما ذكرت في هذه الأندية كبيرة الآن، لديهم اللاعبين ولديهم القدرة على بيع اللاعبين بأسعار أعلى. من وجهة نظرك فيما يتعلق باكتشاف المواهب، سواء كنا بنتكلم على تجربة الأندية اللي نجحت في ده بشكل كبير، أو كنا بنتكلم كمان على وكالات اللاعبين، أنتوا بتقوموا بالدور ده إزاي؟ اتغيرت الآليات؟ يعني إيه هي الأدوات اللي أنتوا بتستخدموها عشان تستكشفوا أسواق جديدة، عشان تستكشفوا مواهب جديدة؟ حسنا، في الماضي لم تكن لدينا التكنولوجيا الخاصة باستكشاف اللاعبين. فقط يجب أن تحضر مباراة بين لاعبين في سن 16 أو 17 وتحضر الكثير من المباريات، ولكن الآن لديك القدرة التكنولوجية على الحصول على هذه المباريات الكاملة، على أن تبعث بالكشافين بالكثير من الكشافين للكثير من البلاد. في هذا الصباح كنت أشاهد لاعبا من إندونيسيا، أعتقد أنه موهبة كبيرة، شاهدت 3 مباريات كاملة. الآن أنا أتابع كل شيء عن أشاهد أكثر من 40 أو 50 مباراة لهذا اللاعب، وأعرضها على الكشافين الخاصين بوكالتي، وأستطلع آراءهم بخصوص هذا اللاعب. فهذه وجهة نظري الخاصة، ربما أكون مخطئا ولكن هذا هو ما أسير به. إيه النصيحة اللي ممكن توجهها للأندية عموما في فكرة التعامل مع الوكالات أو مع الوكلاء؟ يعني إذا كان شخص بيقوم بالدور أو إذا كان في وكالة بتقوم بالدور ده، إيه النصيحة أو أهم نصيحة توجهها للأندية في التعامل معاهم؟ نصيحتي هي التجاوب. فالمديرين الرياضيين الذين تعاملت معهم بالطبع كانوا منشغلين، ولكن التجاوب مع الوكلاء أمرا هاما جدا. أعتقد أن التجاهل أمرا سيئا، يجب عليهم أن يكون لديهم سعة صدر وتعامل أكبر. الآن لدي العديد من اللاعبين الشباب الذين أعمل معهم في العديد من الدوريات حول العالم، لديهم الآن الفرصة للوصول لأندية أكبر. الأندية الآن هي من تتواصل معي،
ولكن بالأمس كان مختلفا. أعتقد أن النادي الـ 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 الأشخاص المتواجدين في الأندية التي كانت تتجاهلنا في الماضي الآن لديك اللاعبين ولديهم القدرة ليساعدوك في اللاعبين الذين لا يجدون نادي ليلعبوا له. إريك ألونسو طبعا وكيل اللاعبين الأسباني، بشكرك شكرا جزيلا، حوار كان ثري ونقل لنا يمكن تجارب مختلفة عن فكرة وكالة اللاعبين أو دور وكيل اللاعبين هنا في مصر. بشوفه